أرنا حقيبتك الممتلئة أيها الولد. فريق النسور؟ لا أصدق ذلك. سيارة سباق صغيرة؟ ولد في مثل سنك يمتلك سيارة كهذه؟ أقترح عليك أن تنتظر مدة 10 سنوات قبل أن تستطيع قيادتها. لا، لن تأخذها. هاني كابتن فريق الاقتحام مرة أخرى، جئت في وقتك. بسببك أنت أيها الشقي طردنا الكابتن دحموس من نادي النسور. ستدفع الثمن غاليا. هذا هراء، فقد طردكم بسبب أعمالكم السيئة. أصمت، هيا نلقنه درسا. ها هو المدرب دحموس. المدرب دحموس. لقد جاء في الوقت المناسب. جدتي، تفضل. شكرا لك يا هاني. ماذا؟ ومن أين تعرف اسمي؟ ألا تعرفني؟ إنك تشبه علاء تماما. أعتقد ذلك. إنه يبدو كالدمية من دون ألوان. ولد غريب حقا، ولكن ما به. رائع، بل قولي إنه مدهش حقا. أنت بارع بالفعل يا هشام. ليس كثيرا هشام. ألا تعتقد أن علاء قد تأخر؟ نعم، ليس من عادته أن يخلف وعدا. ما رأيكم باقتراحي بأن نبدأ التدريب بأنفسنا؟ الأفضل أن ننتظر قليلا. استغرقت في النوم طويلا ولم أجد وقتا للطلاء. ترى هل هم غاضبون مني؟ انتظر. إذا لم أكن مخطئا فأنت الولد الذي قابلناه البارحة. كان محظوظا جدا، ولكنه اليوم مختلف تماما. في الواقع أنا تبدو حريصا على الصندوق. ماذا في داخله؟ لا شيء، إنه فارغ. سنرى الآن. أدوات زينة؟ ماذا تفعل بها؟ قل لنا، ماذا يفعل صبي مثلك بأشياء كهذه؟ هاتها أرجوك. ماذا تقترح يا سيد برهان؟ سنلقنه درسا لن ينسى. لا، لا داعي للانتظار، هيا بنا نبدأ. أرجوك دعنا ننتظر قليلا. يبدو شكله غريبا، إن وجهه متورم. لماذا تضع هذه النظارة يا علاء؟ آسف لتأخري، كنت مسرعا في القدوم إلى هنا فوقعت. أعذروني لتأخري. هذه أول مرة أرى فيها وجهك من دون ألوان، ما الأمر؟ حسنا، الجميع هنا، هيا نبدأ التدريب الآن. أقترح عليكم أن نقسم أنفسنا إلى فريقين ونجري سباقا. موافق. أما أنا فسأقوم بضبط الوقت. حسنا، نحن الفريق الأول. وأنا سأكون مع علاء. هشام، قذيفة المدفعية لا تعمل. ماذا تقول؟ بإمكانك استخدام سيارة مخصصة للاختبار. لم يعد باستطاعتي القيام بذلك، فبوجود الألوان كان الأمر غاية في السهولة بالنسبة لي. ما بك يا علاء؟ لن أنسى ما فعلوا بي. لابد أنهم فريق نسور. أنت لا تعرفني يا هاني، فالولد الذي دافعت عنه البارحة هو في الحقيقة أنا، علاء. إذن يجب أن تعود إلى شخصيتك الأساسية، وعندها لن يجرؤ هؤلاء على إيذائك. والآن هيا إلى عالم سيارات السباق الصغيرة الذي نحبه جميعا. لا داعي للقلق يا علاء. أنت على حق يا هاني، شخصيتي الأساسية. هل أنتم مستعدون الآن؟ نعم. السيارة الجمرة ونجمة المنطلقة. والآن خذوا مواقعكم. لا تقلق يا هاني، سأنقذك بسيارة خارقة في أثناء الطوارئ. أعتمد عليك. هشام، نحن مستعدان أيضا. حسنا، استعداد. لا يمكنك أن تهزمني يا هاني.
حسنا سوف نرى. هيا هيا بنا، تابعي بقوة. انظروا، فريق الاقتحام يقوم بالتدريب. لقد أقاموا مضمارا خاصا للتدريب على الطرق الوعرة. نحن مدينون لهم، فلماذا لا نرد لهم الصعصعين؟ هيا هيا. ها لقد جاءوا فريق النسور. يا للأوغاد، لن تفعل ذلك. لم أكن أتصور أنك من فريق الاقتحام أيها الصبي. لماذا تريدون إيذاءنا؟ هيا ابتعدوا من هنا ودعونا نكمل السباق. لن تخيفونا بأفعالكم هذه. كف عن الثرثرة أيها الشقي. خرجت السيارة عن مسارها ولا أدري من يستحق المساعدة قبل الآخر. هيا تابع السباق واترك هؤلاء لنا، فسنهتم بأمرهم. حسنا يا هشام. ولم تستطيع قيادتها بعد الآن. توقف. سأعظمك مع سيارتك أيها الولد السمين. استغل الفرصة وابدأ السباق من جديد. شكرا لك يا حيان. ماذا هاني؟ يا لعناد هؤلاء الأولاد، لم تفلح ضغوطنا في النيل من عزيمتهم. وهل تعتقد أننا سنترككم تدمرون مضمارنا فقط لأنكم ناقمون بسبب خسارتكم؟ الآن يا علاء يجب أن تفعل شيئا. القوة الحقيقية. إنه عالمنا الخاص، ولن نسمح للأشرار باقتحامه أبدا. سأدافع بقوة متجددة عن عالمنا، عالم سيارات السباق الصغيرة. تقدموا أيها الجبناء. هيا بنا نهرب. أحسنت يا علاء، لقد كنت شجاعا. لماذا لا نتابع السباق؟ يجب أن نتابع السباق. اطمئنوا، السيارات الآن تجتاز المنعطف الأخير. لمن السيارة الأولى؟ يبدو أنهما ستصلان في وقت واحد إلى خط النهاية. خسرنا. انتهى السباق بالتعادل إذن. لا، لقد فزنا جميعا. هذه هي نتيجة الروح الجماعية، أليس كذلك؟ لم أكن أتصور أنك بهذا الهدوء يا علاء، فأنت قوي حتى من دون طلاء. كنت أعتقد أن الطلاء هو الذي يمنحني تلك القوة الكبيرة. والآن هيا بنا. أبي، أعتقد أنني اكتشفت أخيرا ما معنى أن يحلم الإنسان، وأعدك بأن أتابع السير باتجاه تحقيق حلمي الكبير كما تفعل أنت في سباق التل. عد إلينا سريعا يا